هذه الجهود المضنية التي نبذلها في سبيل المحافظة على البيئة تنتهي كلها عندما تشن الحرب علينا من دولة أخرى. إحنا معنا ضيوف من سوريا الآن. سوريا التي كانت يعني مزارا جنة الله في أرضه، عندما شنت عليها الحرب دمرت كل مقدرات البيئة، وبالتالي علينا أن نبذل جميعا جهدا حتى لا تقع الحرب في بلادنا، حتى لا تنتشر الفتن التي تؤدي إلى درجة الاقتتال بين الدول العربية، حيث تنتهي كل مقدرات البيئة وتنتهي جهودنا ويشطب عليها جميعا بحرب واحدة تشن على دولة عربية أو غيرها. وبالتالي لا بد أن يكون لنا دور في نشر السلام في العالم العربي وتقوية العلاقات بين الدول العربية وحل مشكلاتها بالحوار وليس بالنار. من هنا نحن قادة ومسؤولين عن البيئة ومسؤولين عن كل ما يضرها، وفي مقدمة هذا إعلان الحرب على أي دولة عربية أخرى.